أتى الجهاز أمن لبناني وأخذني مكبلا ومعصوب العينين إلى مكان في بيروت. وعندما فتحوا عن عيني رأيت أمامي رجلا غربيا، وقد عرف بنفسه، قال لي أنا الملازم فلان من استراليا. وقلت له ماذا تريد مني؟ فقال لي أريد أن أسألك بعض الأسئلة ويجب عليك أن تجاوبني بصدق. فكان يسألني عن ناس كثير وعن أحوال وعن أوضاع وعن الحركات والأحزاب في لبنان، وسألني أسئلة كثيرة. فقال لي أنا محقق إسترالي، وكان شكله إسترالي وشعر أشقر أشقر، وقد أخذ صوري وأخذ نتيجة فحص الدي إن إي. نعم، أخذ نتيجة فحص الدي إن إي مني وأخذ صوري. كانوا يأخذون بالعودة التي بعودة يأخذون منا الريق، ويطلبون منا أن لا نأكل شيء عند الصباح. يأتوا في الصباح يقولون قبل أن تأكل شيء لا تأكل شيء حتى نقول لك. فكانوا يأتوا بعودة يأخذوا ريق ولفحص الدي إن إي. أكثر من مرة أخذوا مني فحص الدي إن إي.